يوم لوجود البطاريق عندنا في مصر. هم وصلوا في خلال الشهر شهرين اللي فاتوا وكانوا فترة تدريب مع المدربين المخصصين ليهم. هم 10 بطاريق من فصيلتين من 18 فصيلة نادرين في العالم، والفصيلتين اللي عندنا اسمهم جنتو وتشين ستراب. احنا جاهزين من يوم 1 جولاي ان شاء الله يوم الحد. ده جزء من برنامج تعليمي ترفيهي للجمهور انه يتعلم ويعرف تفاصيل اكتر عن حياة كائن نادر زي ده في العالم. بصراحة حاجة كبيرة، بصراحة الواحد تفاجأ انه شاف التلج اول مرة، يعني ده اول يوم اروح للسكيتنج. كل حاجة فيها جميلة وشفت كل حاجة. شفت البطاريق؟ شفتي البطاريق؟ شفتيها؟ حلوة؟ ايه رأيك ان احنا عندنا في مصر بطاريق؟ دي حاجة حلوة؟ بيقولوا طبعا ان البطاريق بتاكل انواع معينة من الاسماك وكافيار، شايف ان هم متدلعين زيادة؟ يعني المفروض ان انا اعرف ان هو بياكلوا سمك، بس ما اعرفش موضوع الكافيار. لو بياكلوا كافيار يبقى كده مدلعين قوي. المهم ان هو ياكل الاكل بتاعه ويحافظ على صحته، عشان هو طبعا عايش في جو مش الجو بتاعه، فهم اكيد يعني بيبذلوا اقصى جهد عشان يفضلوا بصحه كويسه. قول لي يا فندم، هم فعلا زي ما الناس بتقول ان هم بياكلوا كافيار والاكل بتاعهم نوعيات معينه من السمك يعني، ولا هم اكلهم اكل عادي؟ لا، هم بياكلوا نوع معين من السمك وحبار، مش كافيار ولا حاجه. متوقع انك تشوف البطاريق، هذه حاجه متوقعه لان كل شيء جديد في مصر بصراحه، فهي حاجه تكمل الحاجه اللي موجوده جديده لها. انا بحب البطاريق، تعالوا تفرجوا على البطاريق.